بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 57. بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، فنرحب به أجمل ترحيب ونتناول أولى رسائلكم والتي بعث بها المستمع عبد الملك عبد الغني أبو زيد من الرياض الربوة. يقول في سؤاله الأول: إذا صليت أي صلاة جهرية في أي مسجد فإنني أقرأ خلف الإمام، وذلك حرصا مني على متابعته حتى إذا حصل منه خطأ أقوم بالرد عليه، فهل في ذلك إثم أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة إنه يجب عليه الإنصات، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة على قول لبعض العلماء، وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ المأموم شيئا من القرآن بل يستمع لقراءة الإمام. وأما إذا حصل على الإمام شيء من الاختلاط في القراءة فإنه يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه إذا كان يعرف الآية التي استغلقت عليه، أما أنه يأخذ المصحف ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا أخطأ فهذا لا يجوز، ولكن إذا مثلا استغلق شيء على الإمام والمأموم يعرف الآية التي خفيت عليه فإنه ينبهه عليه، وإذا لم يعرفها فإنه يكون معذورا. وأما أخذ المصحف والقراءة خلف الإمام فهذا لا أصل له فيما عدا سورة الفاتحة كما ذكرنا، ففيها الخلاف بين أهل العلم. ولو بدون مصحف، يعني لو جلس يتابع الإمام في قراءته ويقرأ معه، ولو بدون مصحف لا يقرأ مع الإمام بل عليه أن ينصت. السؤال الثاني يقول: أرى بعض الناس حينما يقوم لصلاة السنة فإذا أقام الإمام الصلاة وهو قد صلى ركعة، إذا سمع الإقامة وهو لا يزال واقفا دون إذا سمع الإقامة وهو لا يزال واقفا قطع صلاته دون أن يكمل الركعة، فهل هذا جائز أم لا؟ إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها، يكمل النافلة التي دخل فيها ويخفف فيها ويلحق بالإمام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فلا داعي إلى قطع النافلة التي شرع فيها. أما بعد الإقامة فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في نافلة، لكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام الصلاة، إنه يتمها خفيفة ويلحق بالإمام ولا يجوز له أن يقطعها. هذه الرسالة من المستمع مرتضى السمان، مصري مدرس باليمن الشمالي. يقول: الذي يدرك صلاة الجماعة مع الإمام وقد فاتته إحدى الركعات الجهرية، هل يقرأ ما سبقه جهرا خلف الإمام أثناء قراءته في الركعتين السريتين أو إحداهما، أم يسر خلف الإمام ويقرأ الجهر أثناء صلاته منفردا بعد تسليم الإمام؟ الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فعلى هذا يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. فإذا أدرك مع الإمام مثلا ركعة فإنه يقرأ فيها الفاتحة وسورة إذا كانت الصلاة سرية، أو الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية في سكتات الإمام. فإذا قام بعد سلام الإمام ليكمل ما فاته فإنه أيضا يقرأ في الركعة الأولى مما انفرد به، لأنها بالنسبة له تكون هي الثانية، وأما في بقية الصلاة فإنه يقرأ الفاتحة فقط. نعم، لكن الجهر من حيث أما لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية أو من المغرب فإن هاتين الركعتين هما أول صلاته على الصحيح، وما يقوم ويأتي به هو آخر صلاته. نعم، لكن من ناحية الجهر بالقراءة، الجهر في الليل يخير بين الجهر والإسرار حتى لو كان مع الإمام المنفرد. لا، المنفرد مع الإمام لا يجهر، المأموم لا يجهر مع الإمام، لا يجهر مع إمام، لكن المنفرد إذا قام ليأتي بما سبق فإنه لا بأس أن يجهر بالليل، أما في النهار فإنه يسر.
السؤال الثاني يقول: إنني أتطوع بتأدية بعض الصلوات بعيدا عن الأوقات المنهية عنها، وكذلك أذكر الله بتسبيحات وتهليلات شتى، وكذا التطوع بالصيام في أيام مختلفة. كل هذا أعمله دون التقيد بشيء منها براتب ثابت، خوفا من عدم المواظبة عليها لئلا أقع في البدعة، فما الحكم في ذلك؟ زادك الله حرصا على الخير، والإكثار من النوافل، من صلاة النافلة ومن ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير أمر مطلوب ومشروع. وصلاة النافلة منها ما هو مرتب في أوقات معينة، مثل الراتبة مع الفريضة، الراتبة القبلية أو البعدية بعد الفريضة، وكذلك الوتر، هذا مرتب في الليل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، كذلك تهجد من الليل، هذا ينبغي المداومة عليه، ينبغي المداومة على أداء الرواتب مع الفرائض، ينبغي المداومة على الوتر فليتأكد، نعم، وينبغي أيضا أن يكون له نصيب من صلاة الليل ويجعل آخره وترا، وكذلك صلاة الضحى، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادات موظفة وموقتة في مواقيتها الشرعية، وإذا داوم الإنسان عليها فذلك شيء مطلوب، وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. كذلك المداومة على ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح لا حرج فيه. الصلاة النافلة كما ذكرنا إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وقد ذكرت أنك تتجنبها والحمد لله. نعم. السؤال الثالث يقول: هل لابد للإنسان أن ينهج في عبادته مذهبا واحدا في كل شيء، أم ليس عليه شيء إن أخذ من كل المذاهب أو بعضها فيما يراه أكثر أجرا أو أيسر لدينه ودنياه؟ هذا يختلف باختلاف الناس، فالعامي والمبتدي في التعلم هؤلاء لا يسعهم إلا أن يقلدوا من يثق بعلمه، من يثقون بعلمه وتقواه من أهل العلم، يقلد أحد المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة. وأما بالنسبة للمتعلم الذي عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم، فهذا يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم. إذا كان عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح ومعرفة الدليل الذي ينبني عليه القول، فهذا يجب عليه أن يعمل بالدليل، لأن عنده المقدرة على ذلك. الناس يختلفون في هذا، ليسوا على وتيرة واحدة. التقليد لا يحرم مطلقا، ولا لا يجب مطلقا، ولا يحرم مطلقا، بل كل على حسب حاله. نعم. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من أقوال العلماء ما وافق هواه أو رغبة نفسه، فيتتبع الرخص ويتتبع الأقوال السهلة التي ليس عليها دليل، لكن لأنها تلائم هواه ورغبته، هذا لا يجوز، وإنما يختار من أقوال العلماء ما قام عليه الدليل إذا كان عنده الأهلية لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع محمد أحمد حسن من العراق البصرة، يقول: نظرا لعدم معرفتي بأنواع التوحيد وحقيقته، ورغبة مني في التجرد من الشرك، لذا أرجو إجابتي على الأسئلة التالية: أولا، ما هي أنواع التوحيد مع إيضاح كل نوع منها؟ زادك الله رغبة في الخير، والحقيقة أن هذا يدل منك على الاهتمام بعقيدتك، ويجب على كل مسلم أن يهتم بعقيدته، لأنها الأساس الذي ينبني عليه عمله. فالعمل إنما يصح ويثاب عليه بشرطين: الأول أن يكون مبنيا على عقيدة سليمة، الشرط الثاني أن يكون موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهتمامك بعقيدتك وحرصك على معرفة أنواع التوحيد هذا يدل على خير، وعلى أنك والحمد لله تريد الحق وتريد العقيدة الصحيحة، وهذا واجب كل مسلم. أما بالنسبة لأنواع التوحيد، التوحيد ثلاثة أنواع: الأول توحيد الربوبية، ومعناه إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة
الدعاء والنذر والنحر والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة، فإفراد الله تعالى فيها يسمى بتوحيد الألوهية، وهذا النوع هو المطلوب من الخلق. أما النوع الأول هو توحيد الربوبية فهذا الخلق مقرون به، حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، ولكن المطلوب منهم هو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذا أقروا له بتوحيد الربوبية وجب عليهم أن يقروا له بتوحيد العبادة. والرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. فكل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية فهذا موجود ومقرون به ولكنه لا يكفي. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها. نعم، هذا سؤاله الثاني، أنواع الشرك القولية والفعلية. السؤال عن الشرك. الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة من منادات الأموات، طلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى، والطواف بأضرحتهم وذبح القرابين عندها تقربا إليهم، والنذور لهم وما أشبه. هذا هو الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. والآيات في هذا الموضوع كثيرة. والشرك أنواع. النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة، وهو الذي ذكرنا، أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتوب إلى الله، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذا لا يغفره الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة لكن خطره عظيم، وهو أيضا لا يغفر إلا بالتوبة، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه. والشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، ومثل قول ما شاء الله وشئت، بأن تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، والصواب أن تقول: ما شاء الله ثم شئت، أو لولا الله، لولا الله وأنت، وما أشبه ذلك من الشرك في الألفاظ. نعم، هذا شرك في الألفاظ ويسمى شركا أصغر. وكذلك الرياء، الرياء أيضا شرك أصغر، وهو شرك خفي لأنه في القلوب من أعمال القلوب، ولا ينطق به، لا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان، وإنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله. إذن فالشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وهو الرياء. نعم، وما في القلوب من القصود والنيات لغير الله سبحانه وتعالى. الرياء معناه أن يعمل عملا ظاهره أنه لله، ولكنه يقصد به غير الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس، ويقصد به المحمدة، أو يقصد به طمعا من مطامع الدنيا أو مخافة من الناس. صورته أنه لله لكنه يقصد به طمعا من مطامع الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه باطل ما كانوا يعملون. فالذي مثلا يحج أو يطلب العلم أو يعمل أي عمل من الأعمال التي هي من العبادة لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا، هذا يعتبر من الرياء ومن طلب وقصد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا محبط للعمل. نعم.
الرياء محبط للعمل، وقصد الدنيا بالعمل هذا يحبطه أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته، وأن يخلص لله جميع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية، ليكون عمله صالحا مقبولا عند الله عز وجل. نعم. السؤال الثالث حول الموضوع يقول: ما هو أو ما هي أفضل الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة؟ الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة كثيرة ولله الحمد وميسورة. أذكر لك على سبيل المثال اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هو كتاب مطبوع ومتداول وكثير والحمد لله. نعم. كذلك إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام العلامة ابن القيم، خصوصا الجزء الثاني منه. نعم. وكذلك كتاب التوحيد وشرحه للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحه فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وكذلك ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأذكر لك أيضا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني. نعم. كذلك الدر النضيد في إخلاص التوحيد الشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني. وأذكر لك أيضا كتابا شاملا لأبواب العقيدة، وهو عقيدة الإمام الطحاوي وشرحها للعز ابن أبي العز الحنفي. عقيدة الطحاوية وشرحها من أوسع كتب العقائد وأشملها وأحسنها. نعم. جزاكم الله كل خير. هذه الرسالة من المستمعة انتصار محمد مرغني من السودان بورسودان، تقول: كانت لسيدة بنت تتمتع بصحة تامة، وفجأة مرضت هذه البنت مرضا شديدا، فنذرت أمها إن كتب الله لابنتها الحياة أن تصلي ركعتين لوجه الله تعالى بعد كل فريضة من فروض الصلاة الخمسة مدى الحياة، وكان أن كتب الله لابنتها الشفاء والحياة. ووفت الأم بنذرها، ثم مرضت البنت مرة أخرى وانتقلت إلى رحمة الله. والسؤال هو: هل تستمر الأم في الوفاء بنذرها، أم أن النذر انتهى بموت البنت، علما بأن الأم ما زالت تواصل الوفاء بنذرها باعتباره تطوعا وصدقة لروح ابنتها المتوفى؟ الظاهر لي أن قصدها من النذر بقاء بنتها على قيد الحياة. نعم. ولما شفيت من المرض الأول لزمها أن توفي بنذرها مدة حياة بنتها، لأنها نذرت أن تطيع الله عز وجل، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. أما لما مرضت وماتت فالذي يظهر لي أنها لا تستمر في النذر، لأنها قصدت بنذرها بقاء بنتها على قيد الحياة ولم تبقى، انتهى أمد النذر فيما أرى. فيما أرى أن أمد النذر انتهى، إلا إذا كانت قصدت أنها تواصل الصلاة المنذورة ولو ماتت بمرض آخر، فإنه يجب عليها المواصلة إذا كانت قصدت هذا. نعم.